شهداء وجرحى من الفلسطينيين بينهم 14 بحالة حرجة وخطيرة جراء عملية واسعة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين شمالية الضفة الغربية. مشهد دموي مختلف هذه المرة، لا سيما أن الاحتلال يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية. حركة حماس تقول إن ما حدث في جنين يؤكد أن الاحتلال يزداد عجزا عن حسم المعركة مع الشعب الفلسطيني. أي سيناريو ينتظر الفلسطينيين هناك؟ هل دقت ساعة الصفر؟ التطورات الميدانية المتسارعة في جنين تأتي عقب ساعات من تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في خطة تعديل القوانين القضائية المثيرة للجدل، وذلك بعد أيام على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات. أناقش تفاصيل هذا الملف مع ضيفي مباشرة عبر خدمة سكايب، السيد رامي أبو زبيدة رئيس تحرير موقع 180 ديفنس، والسيد إسماعيل مسلماني مختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بكما معنا في هذا الحوار. سيد رامي، لو بدأت مع حضرتك، يعني بأي إطار يندرج هذا التصعيد الذي بدأ فجر اليوم في مدينة جنين ومخيمها أيضا شمالية الضفة المحتلة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الرحمة لشهداء شعبنا في جنين وللشفاء العاجل لجرحانا. واضح انه من خلال المواجهات العنيفه اللي شهدها مخيم جنين والقرى التي من حوله بعد اقتحام قوه كبيره من جيش الاحتلال مدينه جنين ومخيمها ونشر القناصه فوق بعض المنازل، هو محاوله من الاحتلال لاستمرار عمليات الاعتقال وعمليات الاستنزاف التي يحاول فيها جر المقاومين من أبناء مخيم جنين إلى عمليات قتل واستنزاف حتى يشغل هؤلاء المقاومين. لكن الوضع العدوان الأخير هذا لم يتوقع جيش الاحتلال أن تصيب المقاومة أكثر من 6 جنود من وحدة المستعربين، إصاباتهم بعضها خطيرة، استخدمت مروحيات عسكرية لقصف بعض المواقع لأول مرة منذ عام 2000. هذا كله يشير إلى حجم المفاجأة التي لم يتوقعها الاحتلال، واستعانة جيش الاحتلال بمروحيات حربية من نوع أباتشي يدل على شراسة المقاومة، على التخطيط الذي باتت تتبناها خلايا المقاومة في جنين بزرع العبوات في أماكن لم يتوقعها العدو. وقد يحمل هذا دلالة على تكتيكات جديدة تستخدمها المقاومة الفلسطينية في جنين من أجل التصدي لعدوانات الاحتلال المستمرة على أبناء شعبنا. المصادر الإسرائيلية ذكرت أن منظومة الاحتلال تلقت صدمة كبيرة مما دفعها إلى استخدام قوة مفرطة من خلال استخدام القصف بالطيران لأول مرة منذ 20 عاما. بالتالي هذا عدوان متواصل على شعبنا في الضفة الغربية وفي كل أماكن تواجده. يواجه شعبنا بمزيد من الصمود والتصدي لهذا الاحتلال ويفشل عدوانه مرة أخرى عبر تنامي قدرات المقاومة في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الشمال. طيب اسمح لنا نشرك ضيفنا السيد إسماعيل مسلماني مختص بالشأن الإسرائيلي. أجدد الترحيب بحضرتك مرة ثانية سيد إسماعيل معنا في هذا الحوار. منظومة الاحتلال في حالة ارتباك كما قال ضيفي منذ قليل، يعني بعد مقتل الجنود الإسرائيليين بمخيم جنين، ما المتوقع أكثر من ذلك في الساعات المقبلة من قبل السلطات الإسرائيلية؟ هل نتجه نحو مزيد من التصعيد أكثر في الضفة أم نوسع دائرة الاشتباك بمدن أخرى ربما لتشتيت أو محاولة ربما إيجاد حل لضرب كل مواقع المقاومة إذا صح التعبير هنا؟ تفضل. مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. السؤال جيد وفي مكانه الصحيح لسبب بسيط جدا، أن الرسائل لقد وصلت، بمعنى أن كل الذي جرى اليوم 8 ساعات تقريبا والمقاومة الفلسطينية صدت المركبات وأعطاب المركبات ووصول إلى حالة بأن إسرائيل أصبحت هي لديها صعوبة في دخول المخيم، مما يفتح مجال أمام إسرائيل وعلى المستوى العالمي. هنا اللي أقصد، هنا المقصود بأن على العالم أن تفهم بأننا يجب أن نستخدم الطائرات والتي هي ممنوع
يعني منعا باتا أن تستخدم هذه الطائرات والتي استخدمت في فترة السور الواقع. على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي أعلن في منتصف الظهر بأن قواعد اللعبة اختلفت وأن قواعد الاشتباك اختلف مع المخيم بسبب أولا الحصانة الموجودة لدى وحالة الصعوبة التي واجهتها الجيش الإسرائيلي من المركبات بغض النظر الطريقة المتبعة التي كان يتم اتباعها، ونحن نتكلم عن مركبة عالية جدا أطلق عليها النمر وأطلق عليها الفهد، كل هذه التسميات. الآن التقدير الموقف منذ أكثر من أسبوعين وهناك تخطيط لشن حملة لمنطقة الضفة شمال الضفة الغربية، وهناك كانوا ينتظروا من المستوى السياسي إعطاء الضوء الأخضر. الشباك والجيش كانوا مع الأخذ الخطوات، هناك كان ضغط من رؤساء المستوطنات بأنه يجب خوفا لسبب واحد أن أصبحت جنين تشكل غزة الكبرى، بمعنى انتقلت حالة غزة إلى منطقة جنين أي غزة الصغرى والتي يصعب. نحن نتكلم الآن عن 8 ساعات تقريبا استطاع الجيش أن يخلي المركبات واستطاع أن ينفذ ولم ينفذ المهمة التي هو جاء عليها، بغض النظر عن سقوط ارتقاء 5 شهداء وأكثر من 100 جريح تقريبا. هذا له دلالات، أولا المناورة التي حيكت لأكثر من 3 أسابيع وجوا وبحرا وأنهم على عتاد وأنهم سوف يواصلون الجبهات، والتحدي الأكبر إيران والجبهة الشمالية حزب الله والقواعد، فما بالك نحن نتكلم عن مخيم جنين مساحته ورفعته لا تتعدى الكيلو متر. واجه هذا الجيش صعوبة بالغة، مما اضطر بإدخال الطائرات التي هي تعد محظورة على المستوى الاتفاقيات الدولية، وهذا أعطى الضوء الأخضر بأن التطور ونمو المقاومة في داخل مخيم جنين ومحيطها يتوسع بشكل كبير. الشباك اليوم أعلن بشكل مغاير أنه ليس مع توسيع هذه العملية العسكرية بشكل كبير، تخوفا من امتدادها وانتشارها وتخوفا من انتفاضة ثالثة. وفي نفس الوقت المؤسسة الأمنية تريد استعادة تآكل الردع الذي حصلت منذ فترة، وهي واحدة من جسد النبض، بمعنى استخدام ساحة الضفة كتجربة للمناورات للساحات الخارجية مثل ساحة غزة أو ساحة الجنوب أو إيران بشكل خاص. وعلى ما يبدو أن الأمور كانت هناك مفاجآت لم يتوقع حتى الشباك نفسه من الكمائن التي وضعت من قبل، وكيف يتساءل أمير بخطوط أحد المحللين ويتساءل الساحي أحد المقربين في رئيس المجلس القومي لنتنياهو، كيف للمخابرات والشباك لا تعلم بوجود هذه القنابل الموقوتة على الأرض، خاصة أن تزن أطنان، لدرجة أنه أعطي للإعلام صبغة بأن تصنيع هذه المواد هي قريبة جدا من قنابل التي تصنعها حزب الله. هذه الرسالة أيضا هي أكثر تعطي للطيران الإسرائيلي التغول أكثر، وهي أكثر كلفة، أقل كلفة بالنسبة للاحتلال وجودهم على الميدان على الأرض. طيب سيد إسماعيل، وصلت النقطة لو سمحت. سيد رامي، واضح بأن التصعيد مستمر الآن في جنين وفي المخيم. الاحتلال الإسرائيلي حسب المعطيات الموجودة والتصريحات التي تخرج يقول بأنه لا تراجع إلى الوراء في الساعات القادمة. طيب إذا ما صعد أكثر، نحن تابعنا منذ ساعتين أو أكثر بأنه التعزيزات ما زالت ترسل إلى مناطق الاشتباك، وبالتالي ربما تزداد حدة المقاومة. ما خيارات الفصائل الفلسطينية للرد على ربما اعتداءات الإسرائيليين؟ يعني هل سنرى مشهد مختلف هذه المرة؟ تفضل أخي الكريم. واضح من تقديرات المستوى الأمني في دولة الاحتلال كلها تشير كما تحدث الضيف إلى تحريض، وتشير إلى اقتراب شن عملية عسكرية واسعة خاصة في شمال الضفة، خاصة بعد يعني مقتل ما يقارب 7 مستوطنين منذ بداية العام الجاري 2023، عمليات إطلاق متواصلة على الحواجز. يدعوت أهرانوت تقول إنه جيش الاحتلال يخطط لعملية جز العشب والتي تهدف إلى قطع أوصال
الخلايا المسلحة، وتشير التقديرات الإسرائيلية أنه في حال شروع بهكذا عملية فإنها ستكون على نطاق واسع، وهدفها استعادة الردع التي تستهدف المقاومين وقادتهم. لكن واضح ابتداء وجود معارضة لدى الإدارة الأمريكية، حيث أوضح وزير الخارجية الأمريكي لويد أوستن لوزير الحرب الإسرائيلي يواف جالانت الذي التقى في بروكسل مؤخرا أنه مثل هذه العمليات ستضعف السلطة الفلسطينية بشكل كبير، وأنه يجب على إسرائيل تعزز التعاون الأمن مع السلطة. من هنا يبدو أنه الهدف الإسرائيلي الحقيقة هو الرغبة في اتجاه نحو حسم عسكري للمعضلة التي باتت يواجه الكيان في مدن الضفة وخاصة في الشمال. في حال قيام الاحتلال بعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية وخاصة في الشمال، وهو قادر على القيام بذلك بما يمتلكه من قوة بطش وقدرات واسعة، لكن تداعيات ذلك ستحيط بهذا الأمر ستكون كبيرة وستلقي بظلالها على عموم المشهد الفلسطيني المحتل، وربما أكثر من ساحة. أولى هذه التداعيات أن هذه العملية الواسعة وأن استمرار العدوان على شمال الضفة وجنين من شمالها إلى جنوبها ستعم بالتالي المواجهات والعمليات في الضفة الغربية في الداخل المحتل، وقد يكون التداعيات أي عدوان واسع على شمال الضفة، دخول قطاع غزة بما يملكه من إمكانيات عسكرية كبيرة ظهر جزء منها في المعارك الأخيرة على خط المواجهة، ولا سيما أن المقاومة في غزة لديها موقف معلن بأنها لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن أبناء شعبنا في الساحات الأخرى وخاصة في الضفة الغربية. وبالتالي أتوقع سيبذل العدو قصارى جهده من أجل إجهاض ظاهرة المقاومة في جنين، إفشال نموذجها الفريد. الأمر هذا يستدعي تضافر الجهود الفلسطينية من أجل إحباط مخططات العدو، الألم الذي يتطلب تفعيل المقاومة في مناطق جغرافية أكثر ابتعادا عن جنين وفي مناطق الضفة الغربية، والعمل على استنزاف العدو في مناطق وقرى أخرى بحيث تنطلق عمليات سواء فردية أو منظمة من أجل استنزاف عمليات الاحتلال وتشديد جهد الأمن عن المناطق الشمال الضفة الغربية. طيب سيد إسماعيل، يعني ما جرى اليوم في جنين هل خدم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة؟ البعض يقول لك يعني الرجل يعني ربما يعني ممتن لهذه العمليات التي جرت اليوم في جنين، يريد أن يحرف الأنظار، الشارع الإسرائيلي مستاء من موضوع الإصلاح القضائي بين قوسين، المعارضة منذ يومين خرج بتصريحات قال نحن سنمضي قدما بتنفيذ الإصلاح أو التعديلات فيما يتعلق بقوانين القضاء. طيب اليوم هذه العملية فعلا بدأ الشارع الإسرائيلي يتجه إلى جنين، العيون داخل في الداخل الإسرائيلي تتجه إلى ما سيجري مستقبلا، وبالتالي فعلا صبت بخدمة نتنياهو هذه العملية أو الحادثة اليوم. تفضل. نعم، الشارع الإسرائيلي والمعارضة وعلى رأسها يائير لبيد وجنس يفهمون جيدا أن نتنياهو ثعلب وماكر، وأنه يستخدم كل الأدوات من أجل حرب الأنظار. استخدم المسجد الأقصى كأداة، استخدم قبل يومين إعطاء سمتروش صلاحية الاستيطان ونقل كل ما يتعلق في داخل الضفة الغربية، وهو يعلن الحرب الكاملة. يعني هو يقول الانتفاضة الثالثة أنا أود أن أجلبها وأن أحضرها. هذا يعني كان بالأمس حديث الحكومة بشكل واضح، إعطاء سمتروش صلاحيات من يواف جالانت إلى سمتروش عراب الاستيطان الذي يود بناء بأكثر من 405,000 وحدة سكنية في شمال ووسط الضفة الغربية. هذا يعني حرب، هذا يعني لا دولة فلسطينية ولا يمكن أن تصل، وهذا يعني بأن نتنياهو يريد قدر الإمكان حرف الأنظار. لكن هذه المسألة أصبحت مفهومة لدى الشارع الإسرائيلي وحتى المعارضة، أوساط المعارضة نعم، هذا الموضوع لديها خط ثابت، هي مع ضرب. إذا لاحظت اليوم على سبيل المثال كل أعضاء الائتلاف من سمتروش وعلى رأسهم إتمار بن جفير كانوا مع ضرب المخيم جنين ومع إطاحة كذا وإطلاق الصواريخ، إعادة نفس سيناريو مثل ما حصل في قرية حوارة، محو جنين عن بكرة أبيها. هكذا بدأت الألفاظ وبدأت في عملية واسعة. اليوم أعلن سمتروش بأنه أعطى الضوء الأخضر لعملية واسعة تشمل القضاء الكامل على كل المقاومة. كل هذا يدفع لنتنياهو ويريحه أكثر
من عمليات المماطلة أكثر، لكن بنهاية الأمر الانقسام الإسرائيلي حاصل تحصيل موجود، لم يعد هناك فريقين في الساحة الإسرائيلية، فريق ديمقراطي وفريق بين قوسين ديكتاتوري هو يود استحواذ التشريعات القضائية. وبالمناسبة بالأمس أعلن واليوم أعلن نتنياهو أن الأسبوع القادم سوف يستمر في التشريعات القضائية. صحيح. وكانت قبل قليل علق قال إذا أعلن أحادي الجانب، بمعنى إذا نتنياهو وفريقه ذهبوا باتجاه تكملة أجزاء التشريعات القضائية فإن المظاهرات سوف تتوسع أكبر، وأن العمل النضالي بين قوسين سوف يتوسع وسوف نكون من بين المتظاهرين. يعني سوف يمكث رؤساء المعارضة في الشوارع إذا نوى نتنياهو، خاصة أن الأغلبية. هذا موضوع، لكن فيما يخص القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هناك ثوابت من المعارضة والائتلاف على القضية الفلسطينية، وخاصة الأمن والأمان فيما يتعلق بالمستوطنات. هناك ضغط من رؤساء المستوطنات على نتنياهو وعلى الحكومة بأنه يجب أن تجلب الأمن والأمان، وهم الآن يتهمون حركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة أنهم هم وراء كل ما يجري في الضفة الغربية. وخاصة لا ننسى قبل فترة، قبل شهر تقريبا، عملية التي حصلت اغتيال 11 قائد من الجهاد الإسلامي الذين كانوا هم جزء من عملية التواصل في الضفة الغربية. كل هذا تريد، لا ننسى أيضا كذلك الأمر منذ 2021 في فترة كان جنت وزير الدفاع والذي أعلن عن عملية كاسر الأمواج، ثم الآن أطلق عليها في وزير الجديد يؤاف جلن طنجرة الضغط التي استخدمت في أريحة وطول كرم وجنين والنابلة منذ عام 2021 والاقتحامات بشكل مستمرة، وازدادت نمو المقاومة أكثر وارتفعت المجموعات على الحاضنة الشعبية تكبر بشكل كبير بسبب الاشتباك اليومي للمستوطنات في الضفة الغربية. وهذا على العالم أن يعرفه جيدا أن هناك المستوطنات حالة اشتباك في الضفة الغربية هو الذي يدفع بهذا، مع ضعف السلطة الفلسطينية بين قوسين كما تدعي إسرائيل، وبالتالي يحق لها أن تدخل وأن تتطرف وأن تقتل. ما جرى اليوم هو مجزرة بشعة تشرع لها القنابل. شكرا. وتشرع لديها الطائرات. شكرا سيد إسماعيل مسلماني المختص بالشأن الإسرائيلي عبر خدمة سكاب، شكرا لوجودك معنا لكل هذه التفاصيل. سيد رامي، بالدقائق الأخيرة مع حضرتك، يعني سيناريو ذكره ضيفنا سيد مسلماني، ربما يعني تتسع فعلا دائرة الاشتباك وتعود إلى غزة، وبالتالي يصبح الاحتلال في مشهد متخبط. يعني اليوم جهاز الشباك مرتبك، يعني كيف يتم هذا الكمين وينجح؟ أين الاستخبارات الإسرائيلية؟ يعني كيف يتم قتل 7 جنود إسرائيليين بهذه البساطة؟ تفضل. يعني حتى الآن المعلومات الإسرائيلية تشير إلى إصابات، لا يوجد قتلى. نعم. العدو أخي الكريم يخشى أن تتحول الآن جنين إلى معضلة لا يستطيع مواجهتها، ويضطر إلى التعامل معها كأمر واقع كما هو الحال في غزة. هو يشهد تنامي في عدد خلايا المقاومة، يشهد تنامي في تكتيكات المقاومة. اليوم المخيمات الفلسطينية أصبحت مركزا رئيسيا للمقاومة في فلسطين. أثبت مخيم جنين أنه رأس الحربة للمقاومة في الضفة الغربية ورمز ثوري لها، وتتحول إلى مصدر إلهام وفخر للشعب الفلسطيني. فبالتالي هو يخشى أن تنتقل فكرة العبوات إلى نابلس، إلى طول كرم، إلى بيت لحم، كما انتقلت فكرة المجموعات المسلحة. الخلايا في جنين، استفادت فصائل المقاومة في مخيم جنين من تجربة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى غرار غرفة العمليات المشتركة هناك نشأت مكونات للمقاومة، تنسيق ميداني، تنسيق عمليات من أجل تبادل المعلومات، عمليات الرصد والتدريب. هناك حالة انسجام بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. غزة تعتبر سند للضفة الغربية، ولا يمكنها السكوت عن أي توغل في الدم الفلسطيني، وهذا كان واضحا خلال الحملات والمعارك العسكرية الأخيرة. هناك بالتالي تطور واضح في تفكير وتكتيكات المقاومة الفلسطينية وخلاياها الموزعة على عدة مناطق في الضفة الغربية، أفشلت قدرة الاحتلال على السيطرة. لذلك يسعى الاحتلال عبر هذه العمليات الواسعة وما قد يأتي لاحقا من عمليات تتوسع بشكل أكبر إلى إجهاض
تنامي قدرة المقاومة، لكن كما تحدثت مسبقا بمطلوب أن يكون هناك وعي، التفاف جماهيري شعبي خلف المقاومة في جنين، وباعتقادي أن المقاومة في قطاع غزة تتابع الأمر بشكل عن كسب، وأن لديها من القول والفعل ما تقول في حال الاحتلال استمر من عدوانه وتوسع في الضفة الغربية. أشكرك السيد رامي أبو زبيدة، رئيس تحرير موقع 180 ديفنس عبر خدمة سكاب، شكرا لوجودك معنا ولكل هذه التفاصيل. تتضارب الأنباء مشاهدينا الكرام بشأن الإصابات التي تعرض لها الجنود الإسرائيليين، بعض الأخبار أو بعض الوكالات تتحدث بأن هنالك قتلى بينهم، لم يتم تأكيد الخبر من قبل مواقع فلسطينية محلية، ولم يتحدث حتى اللحظة الإعلام الإسرائيلي عن إذا كان هنالك فعلا قتلى بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استهدافهم اليوم في كمين في جنين. فاصل قصير ونتابع أيضا في الجزء الثاني في تطورات الملف الفلسطيني، ولكن نتحدث قليلا في الشق السياسي. فاصل ونعود.